هذا أول تجربة لمازي في الفيديو كليب، واش تقدر تقيم لنا هذه التجربة تاعك مازي؟ والله pour un premier clip c'est suffisant voilà. Ça m'a satisfait, c'est ça. قنعني voilà. قنعني pour un premier clip mais ان شاء الله اللي راهو جاي يكون احسن. صح كي كنا نشوفوا الكليب انت كنت تقول لي اللي راهو جاي راح ينسيكم في هذا الكليب. بيان سور. واش راهو جاي وقتاش راح يخرج؟ ان شاء الله عندي بون بور لو مومون عندي 7 شونسون انا في الاستوديو مكملين ومحطوطين. دونك جي شوازي 3 شونسون باش ندير لهم كليب، لي زوطخ شونسون نديرهم جوست دي شونسون سيغ يوتيوب. لي كليب راح يكونوا داخل وخارج الوطن هذا باش نقدر. راح يكون البوم كامل. عندي 7 شونسون نقدر نديرهم في البوم نطلقهم، مي دوكا لي البوم جو بونس كسا مارش بلو. دوكا راه تيليشارجمون يوتيوب لي بلاتفورم اي تو سا دونك سي با لا بان دو فير ان البوم جوست ان سينجل باغ سينجل شاك 20 جو ولا ان موا نوفو سينجل صاير. ما تقدرش تعطينا اسم ولا مقطع من الاغنيه اللي حتغنيها؟ بعض الاغاني عندي انا متواضع كتبتها انا على لا سيتياسيون اللي راني عايش فيها. عندي اغنيه انا متواضع. عندي مع انك مغرور في الاغنيه تقول انا متواضع. الغنية تقول عيب نقول انا بصح هذه الصراحة بزاف ناس غلطانة انا مانيش في راه انا متواضع نعيش حياتي ما سامح بون عطيت لكم كاع لو كوبلي. عندي اغنية اسمها ما بيلا تغني على اون فيا دي تو سا. عندي اغنية اسمها ما قريت فارقنا. عندي اغنية اسمها انا مشيت طريق مظلوم. كاين بليزيغ شونسون. دونك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يكون ناجح هذا العمل. مزيان حبيت نسقسيك بالك في كل مره نستقبل فنانين ونجوم شباب نسقسيهم علاش ما يفكروش يتوجهوا لبرامج اكتشاف المواهب. اليوم انا نشوفوا عرب ايدل نشوفوا ذا فويس في نسخته العربيه والفرنسيه راهو يصنع نجوم في الجزائر. ما خممتش انت باش تخطو هذه التجربه؟ والله صراحه انا ما خممت فيها مي كاين دي جون في ستوديو تما وين الاستوديو اللي عمر فيه لي ميوزيك ديالي تو سا جايبينها مورايا علاش ما ديرش ستار اكاديمي علاش ما ديرش ستار اكاديمي. مي موا سام دي غيام عندي حاجه في هذا البار علاش نكذب عليك. انا بوغ موا نشوفها سي اون تيلي رياليتي هذيك ستار اكاديمي ماشي زعما برنامج اللي هي سي اون تيلي رياليتي فوالا ماشي برنامج زعما تاع الغناء اي تو سا سي كوم اون تيلي رياليتي جو بونس الله اعلم. يعني انت ما تحبش تشوف انه تشارك في هذه البرامج مثلا عرب ايدر ذا فويس كما رانا نشوفوا اذا راك تبع في ذا فويس المشارك الجزائري واش رايك فيه؟ حسين اه والله غير سان في بليزير دايوغ جي بارطاجي سيغ مي ريزو سوسيو اللي عندي فيهم موند فو تما باش الواحد يدعم وي تو سا جي بارطاجي درت لو نيميرو ديالو هذاك تاع لي فوتي تو سا وان شاء الله ربي يوفقو يرفد لنا العلام بوكوا با باسكو ديجا انا على بالي دوكا واش راهو حاس باسكو انا جست مرحله كيما هادي بالك في دومين واحد اخر مي بريسك لا ميم شوز تما وي ريبريزونتي الجزائر على بالي كاسكو صافي بور لوي تما سي بور سا جي بارطاجي تو سا ان شاء الله ربي يوفقوا ولاد بلادنا زياده فينا كيما يقول صح بالتوفيق الحسن ان شاء الله. الحاج مازن انت قلت انه حطيت دعمك على مواقع التواصل الاجتماعي الحسن بالحاج واليوم انت عندك جماهيريه كبيره على هذه المواقع في رايك هي جماهيريه حقيقيه ولا افتراضيه يشروها الناس بدراهم؟ تقدر تشوف لي بوبليكاسيون ديالي من وقتاش انا باسكو انا كاين دوكا نعرف انا دي جون اللي راهم يروحوا يحوشوا فوق دي كونت زعما هذا الكونت يكون اون باج زعما جو سي باش يكونوا مسمينه ويشريه دونك يكونوا فيه بزاف لي زابوني مي هما ما تابوناوش باسكو سي لا بون بيرسون دونك كانوا ابوني في هاد لا باج. مي انا لي كونت ديالي الحمد لله فاتحهم انا كامل من 2010 2011 2012 تما تقدر تدخل وتشوف لي بوبليكاسيون تاعي كامل لي زونسيان بوبليكاسيون سبونسوريزي ماشي عيب سي كي يكون عندي لي نوفو شونسون نوفيل شونسون ندير لهم سبونسورينغ فنانين كبار يديروا سبونسورينغ ماشي عيب. احنا ربما نخلوك تريح شويه من الاسئله تاعنا لانه بدينا بالاسئله السهله والاسئله الاصعب حتجي بعد ما تكون فقره ديكو اللي فقره تدبيره مع امل بعد هذا الفاصل.